قام مكتب ديالى الانتخابي وبدعم من فريق المساعد الدولي يونامي ورشة عمل لتوقيع مدونة السلوك الانتخابي، وهي عبارة عن اتفاق سياسي وأخلاقي يلزم الأحزاب ومؤيديها الالتزام بها للحفاظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وإجراءها بشكل سليم. عقد مكتب ديالى الانتخابي هذا اليوم مؤتمراً بدعم وإسناد من قبل فريق الدعم الدولي اليونامي ليخص توقيع مدونة السلوك الانتخابي من قبل المرشحين، وهذه المدونة عبارة عن عقد سياسي وأخلاقي يتم بين المرشحين للالتزام بضوابط الحملات الانتخابية والمنافسة الشريفة من أجل الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة وشفافة وعادلة. فيما أكد مراقبون بالشأن الانتخابي بأن هنالك غياب كبير لمفوضية الانتخابات في الحملات الانتخابية واستغلال موارد المحافظة في تقديم الخدمات، وهنالك أيضا مساومات على الناخبين، وورقة السلوك الانتخابي حبر على ورق لدى بعض المرشحين ولا تطبق على أرض الواقع. هل مؤاخذات كبيرة وسلوكات كثيرة المرصودة، لكن الواضح مالها الغياب الكبير للدور الحكومي أو دور المفوضية في مراقبة الحملات الانتخابية، في مراقبة استغلال المواطنين تقديم خدماتهم، استغلال موارد المحافظة في تقديم خدمات ما يسمى بالتبليط وغيرها، مساومات عن الناخبين وصلت لدرجة أنه حتى المريض يساوم، ما تتعالج إذا ما تنتخبنا، بنوفر لك علاج. بعض القرارات التي صدرتها المفوضية، ولكن بالحقيقة الموضوع هذه تكون حبرا على ورق وغير مطبقة في أرض الواقع. اليوم الإنسان الشريف والمرشح الشريف أكيد راح يكون هذه ملزمة له ويقوم بها بشكل يعني ملزم، لكن الإنسان والمال السياسي والسياسي الغير شريف اللي يمزق الصور ويستخدم أساليب غير أخلاقية في حلف القرآن وإعطاء المبالغ المالية للمواطن أكيد راح يكون غير ملزمة إلى ولا تطبق على أرض الواقع. هل تضمن مدونة السلوك الانتخابي نزاهة الانتخابات التي تشمل عدة نقاط، أهمها تجنب الصراعات وتكافؤ الفرص واحترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة مستقرة ومنع الظواهر السلبية ومنها توظيف المال السياسي وترهيب الناخبين؟ من محافظة ديالى حسن الشمري، التغير الفضائي